وينضم إلينا الأستاذ عبد الله عبد القادر، عضو المركز الإعلامي الروهينجي. هل نقل المسلمين إلى بنغلاديش جزء من الحل، أم أنه مأساة أخرى تضاف إلى مآسي مسلمي أركان؟ نعم سيدي الكريم، يبدو أن بنغلاديش يعني ضاقت ذرعا بهؤلاء اللاجئين الذين ازدادوا في الفترة الأخيرة ما يقرب من 60,000 زاد في الفترة الأخيرة، ويبدو أنها ضاقت ذرعا بهؤلاء اللاجئين وتريد أن تخلو من هذه الجزيرة رغم التحذيرات التي أطلقتها يعني جهات كثيرة من بينها جهات روهينجية، والروهينجيون اللاجئون أنفسهم أطلقوا تحذيرات للنقل من هذه الجزيرة. ويبدو أن بنغلاديش تريد أن تدخل في تحدي وصراع مع ميانمار، لأنها تقول أنه نقل هؤلاء اللاجئين إلى هذه الجزيرة لن يكون على الدوام، لأنه ميانمار ستضطر إلى إرجاعهم في وقت من الأوقات. يعني هذا هو الذي لا يمكن التأكيد عليه، أنه ميانمار بالفعل ستقوم بإرجاع هؤلاء اللاجئين إلى ولاية أراكان مثل ما تقول بنغلاديش. المسؤولين حتى في بنغلاديش حاولوا أن يبرروا لهذا الفعل، وقالوا أنه ستقوم الحكومة بدعم الأرض وتدعيم الأرض في هذه الجزيرة حتى لا تتضرر بالأمواج العالية والمد العالي للخليج. لكن يبدو أن الموضوع سيأخذ مجراه مثل ما قالت الحكومة، وستنقل هؤلاء اللاجئين إلى هذه الجزيرة. لكن يعني نأمل من المختصين والمهتمين بهذا الموضوع والجهات الإنسانية والحكومية أن تهتم بهذا الموضوع وأن تتدخل لإيقاف هذا النقل إلى هذه الجزيرة، لأنه نقلهم أعتقد أنه سيؤدي لكثير من المسلمين. وايضا هناك يعني اذا كانت هناك جزيره غير ماهوله وتريد الحكومه ان تدخل هؤلاء الى هذه الجزيره، الجزيره ليست فيها خدمات، ليست فيها مشافي، ليست فيها الخدمات الاساسيه الانسانيه. يعني اذا بنغلاديش عجزت ان تخدم هؤلاء اللاجئين في المخيمات الموجوده والقريبه من الاحياء السكانيه والقريبه من استاذ عبد الله، يعني ما ابرز العقبات التي تقف بوجه تدويل هذه القضيه وكسب اكبر قدر من التأييد العالمي لها؟ والله يا سيدي الكريم، انا اعتقد ان الاراده الدوليه هذه هي التي تقف امام كل هذه المسائل والكوارث التي تحدث للمسلمين الروهينجيا. فقط لو أرادت الحكومات، لو أرادت الدول العظمى أن تحل هذه المشكلة، أنا أعتقد بالإمكان أن تحل هذه المشكلة. اللجنة التي شكلتها ميانمار وبرئاسة كوفي أنان كانت في زيارة إلى هذه المخيمات والتقت بمسؤولين حكوميين في بنغلاديش، قالوا أنه حكومة ميانمار لو أرجعت لهؤلاء المسلمين حقوقهم الأصلية و أرجعت إليهم المواطنة سوف تحل كثير من المشاكل، بل سوف تحل كل هذه المشاكل. يعني نعم يعني ألا توجد بذور مقاومة أراكانية مسلحة لحماية أهالي الروهينجيا من الممارسات التي تستهدفهم؟ تقصد في أراكان؟ نعم. نعم سيدي الكريم، يعني هناك بعض البوادر الثورية الموجودة في نفوس الشباب، هناك موجود هناك كانت مقاومة مثل ما انتشر في 9 أكتوبر، كانت هناك مقاومة لحالات القتل والاغتصاب والاعتقال التعسفي وحتى مصادرة الممتلكات. لكن سيدي الكريم، المشكلة أنه همم هؤلاء الرجال وقدراتهم قتلت في ميانمار، لأنهم منعوا من كل الإمكانات. يعني حتى مثل ما يقول الدكتور كريم البكار، الحرمان من الضروريات الأساسية يقتل في الانسان الاهتمامات الثقافيه والاهتمامات الاصليه. يعني تخيل سيدي الكريم، اذا كان هو لا يستطيع ان يمارس حقه الديني بشكل طبيعي، لا يستطيع ان يمارس حقه في العمل بشكل طبيعي، فبالتالي هممهم تكون ضعيفه. يعني المبادرات الثوريه او المقاومات التي كانت موجوده هناك كانت قليله. ورغم هذا كانت تتوجه ميانمار وبعض الدول بما في ذلك بعض المؤسسات في الولايات المتحده الامريكيه الى ان توصف هذه التحركات بانها تحركات ارهابيه. تخيل سيدي الكريم انه فقط عدد من الاشخاص حاولوا ان يطالبوا بحقهم عبر الكفاح المسلح، اتهموا هؤلاء بانهم ارهابيون. وعلى النقيض تماما، هناك بعض الاحزاب الموجوده في الشرق الاوسط في الشام في العراق، لما نسميها يعني
مثل الميليشيات التي معروفة الموجودة في هذه المنطقة، ما وصفت بأنها أحزاب متطرفة أو إرهابية. نعم، وصلت الفكرة الأستاذ عبد الله عبد القادر عضو المركز الإعلامي الروهينجي، شكرا جزيلا لك.